أنا اليوم كتير سعيد كون منظمة الأغذية والزراعة نجحت بتأهيل إحدى أهم الأقنية اللي بسميها أنا عصب الحياة. تأثرت بالزلزال للأسف وصار فيها مفاصل كتير محطمة. نجحنا بتأهيلها وإيصال المياه إلى أكثر من 6000 هكتار، أكثر من 20,000 مستفيد. الحمد لله رجعت الحياة لألم. بسمي المياه عصب الحياة، هي بتعطي الروح للأرض، تخليها تنتج وتعطينا طبعا الإنتاج الزراعي الذي يحلم فيه كل المزارعين. نفذ اليوم منظمة الأغذية والزراعة الفاو برنامج توعية للمزارعين بمحافظة اللاذقية بمواضيع متعلقة بإدارة الري، رفع كفاءة الري السطحي، أيضا بعض الطرق والممارسات يلي بتعزز من كفاءة استخدام المياه الري، وأيضا صيانة وتشغيل أنظمة الري الحقلية. طبعا أيضا نشاط بندرج ضمن مشروع إعادة تأهيل البنى الري التحتية المتضررة من الزلزال بمحافظة اللاذقية، وبيهدف بشكل أساسي لتعزيز مشاركة المزارعين بإدارة الري على مستوى الحقل، الأمر طبعاً يلي بيعزز أيضاً وبيساهم باستدامة أنظمة الري والمصادر المائية، وبينعكس طبعاً على الإنتاج الزراعي وسبل عيش المزارعين.